وسهلا بالاحباب، اهلا وسهلا بالاصحاب، شو بتريدوا؟ يلا قولوا. منا منك حكايه شي قصه وروايه، منا منك حكايه شي قصه وروايه، منا منك حكايه شي قصه وروايه. جايه تكرم عيونكم ابو يحيى ابو يحيى عمي خالي ابو يحيى هاتوا الشالي والعكاز، هاتوا الطربوش والانباز، هاتوا الشالي والعكاز، رح بحكي كل يوم قصة على الأمتار الشامية، رح احكي كل يوم قصة على الأمتار الشامية. أبو يحيى أبو يحيى عمي خالي أبو يحيى، أبو يحيى أبو يحيى عمي خالي أبو يحيى، بدنا منك حكاية شي قصة ورواية. كل يوم رح بحكي قصة خالي، استنونا لك يا أبوش. تأتيكم هذه الحلقة برعاية قشات ميديترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده. يرحبون بالجالية العربية والكلدانية، جميع أنواع المواد الغذائية، ألبان طازجة، الكرزات والبهارات الطازجة. داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب، المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة. تفتح الأسواق من 8 إلى 9 مساء من الاثنين وحتى السبت، ومن 8 صباحا إلى 9 مساء يوم الأحد. تقع الأسواق على 2839 North Western Highway في مدينة فارمينغتون هيلز. لحوم حلال للجالية الإسلامية، لطلباتكم من المطعم كول 248-538-7855. That is 248-538-7855. قشة ميديترينيان ماركت، خدمة متميزة ومعاملة راقية. جاي جاي، هذا انت ابن الحلال اللي صارع الحارة، شو بدك؟ شو لك شو بدي؟ بعدي هيك عن طريقي، مو ناقصني غلاصتك هلا. مين يلي عم بيمعي ولا؟ اخوك الثالث. مين يعني؟ في غير الخاروف؟ خدي من ايدي رح يصلتوا الاغراض. يا الله شو حلو هالخاروف. وهاي ربطنا الخاروف. مو حرام نذبح هالخاروف؟ والله حلو كتير. لك شو حرام؟ هذا ذبح حلال، الله محلل ذبحه. اصلا حرام تحكي هيك عن شيء الله محلله. إذا زعلاني عليه منذبحك بداله. إيه والله يا مو أحسن شي، بلكي منكتاح من لسانه. بالله ما شاء الله شو فالح، على أساس إنه لسانك ملام مواعظ وحكم. روحي كملي شغلك بالمطبخ بلا مياسة. أنا رح طعمي الخاروف، هيك وصاني أبي. يا مرياح فريد هالكياس وساعدني فيهن على المطبخ. أمي شو بياكل الخاروف؟ حطي له قشر بطيخ وخبز يابس. على عيني، رح تلعك وأعتني فيك يا أحلى خاروف. يا سيدي بتلبق لك المعلمية لك يا رياح. لكن عمي أبو عبدو، بس بتعرف شغلة؟ شو هي؟ مالي فهمان شي. كلها كم يوم بتعافى أبو قاسم وبيرجع معلم القهوة وبيسحر أهل الحارة. لك شلون زبطت معه؟ صاحب قهوة مسحراتي أبو قاسم، قهوجي ومسحراتي أبا عن جد. أيوة. لك وين أرجلتي يا زقزوق؟ حاضر جاي لعندك. هاي الأرجيلة، تعرف تأرجل ولا علمك؟ أيوة، روح على شغلك وعلم حالك بحالك. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شو راح تسمعنا عمي أبو معروف الليلة؟ أنا قررت يا جماعة، كوننا نحن بشهر فضيل ومبارك، قررت أحكي كل يوم نادر من نوادر رمضان. هذا كلام معقول، تفضل أخي أبو معروف، هات لنشوف والكل راح يسمع لك. قول سيدي قول، والله ما في أحلى من هيك قصص. في بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد الأحياء حيث فيها الكثير من الأسر الفقيرة التي لا تكاد أن تجد لقم عيش، كان هناك رجل يحب الخير للجميع، فكان كثير التفقد وبالأخص في شهر رمضان وخاصة قبل آذان المغرب بدقائق. في أحد الأيام كان مارا ومعه رجل آخر، فوجد منزل قد جار عليه الزمان من هيئته، طرق الباب
وردت عليه امرأة فقال: هل تسمحين لنا بالدخول والإفطار عندكم؟ فلم يتبقى وقت لأذان المغرب وبيتنا بعيد من هنا، فهل سمحت لو أفطرنا معكم؟ نظرت المرأة بتمعن شديد، فعرفت من هيئته أنه محترم وصادق في كلامه، فقالت له بكل احترام: تفضلوا، فالبيت بيتكم. ما شاء الله حولة، مبين عليها ست فاضلة ومحترمة. أيوة. دخل الرجلان وجلسا في الغرفة الوحيدة في المنزل، فهي المطبخ وغرفة النوم والجلوس. كل شيء بهالغرفة؟ أي نعم. انتظر الرجلان حتى أذان المغرب، فجلبت السيدة لهما ماء للشرب، وظلا ينتظران الفطور لمدة من الوقت، ولكن لا فطور. سألها الرجل: أين الفطور يا أختي؟ قالت: انتظرا حتى يأتي أبو الأولاد ومعه طعام الأفطار. وقبل آذان العشاء بعشر دقائق جاء الأب ومعه كيسين كبيرين. قامت السيدة على الفور بإحضار الصحون، أما الأطفال كانوا فرحين بمجيء أبيهم حاملا الأكياس. الأكياس كانت مليانة كلها بالأكل؟ هون كانت الفاجعة، الأكياس مليئة ببقايا الطعام. شه، معقولة؟ الله أكبر. شو هذا؟ هنا جن جنون الرجل وانصعق من منظر الأطفال والأم وهم متلهفين بانتظار مأدبة الطعام، فقام على الفور والدموع تنهمر من عينيه، وخرج من المنزل برفقة صاحبه. يا لطيف. فتبعه الزوج برفقة زوجته خارج المنزل وقال له: هذا زادنا، ونحن حتى بهذا الزاد لا نبخل به على من يدق بابنا ويقصدنا. يا سلام، شو هالناس هي، فوق فقرهم كرام. الله أكبر. أيوة. اقترب الرجل الطيب وأدخل يده في جيب معطفه وأعطى الزوج كيس من النقود وقال: أرجو أن تقبلوا مني هذه النقود، وكل آخر شهر لكم مثل هذا الكيس أو أكثر. الله محيي أصله. فقال الزوج: وإذا رفضنا أخذ النقود؟ رد عليه الرجل بحزم شديد وقال: والله إن لم تأخذ مني كيس النقود فلن أضع بفمي قطعة خبز طيلة شهر رمضان. برافو عليه، رجال رجال ومعدل وأصيل، الله محيي أصله. نظر إليه الزوج وقال له: إن أخذنا كيس النقود فلن نتوقف عن أكل بقايا الطعام. شو هالحكي؟ طيب ليش؟ زادت حيرة الرجل الطيب الكريم، وسأله بحدة كبيرة وقال له: ما دام أصبح لديك راتبا يكفيك الشهر كله، لماذا ستعود لأكل بقايا الطعام؟ أجابه الزوج: لأني أحافظ على نعمة الله التي لا يحافظون عليها ويرمونها في النفايات، علما ما زال أكثرها صالحا للأكل. الله أكبر يا جماعة، شو الجواب الحلو، وجواب مقنع. نظر الرجل الكريم لصاحبه مندهشا مما سمعه من هذه العائلة الفقيرة، ومن ثم نظر للرجل الفقير وقال: من اليوم فصاعد سأحافظ على نعمة الله كما تحافظ عليها أنت. الله يبارك فيها الرجال، بالفعل صاحب موقف وكرم. طبعا هذا الموقف فعله ويفعله الكثيرون، فالعبرة في الحكاية يا سادة ثلاث كلمات: احفظ النعمة تحفظك. الله يسلم هالتم يا عمي أب معروف. إيه والله، يسلم تمك يا أب معروف، فعلا حكاية. يا سلام يا سلام. وين بدنا نبلش يا بي؟ على طريقنا ونحن ماشيين، خذ الطبلة والعصاية، بس لا تقوي صوت الطبلة مشان ما حدا ينزعج من صوتها. لكن شلون بدنا نفيق هالعالم إذا ما قويتها؟ قويها شوي بس بدون طرطقة. يا نايم وحد الدايم. مثل ما بدك يا بي. يا نايم وحد الدايم. لك لا 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 لا، لك صوتك عالي كتير، شو عم تسحر ولا عم تبيع مازوت؟ نحن عم نسحر العالم وعم نرعبون. يا نايم وحد النايم، يا نايم وحد الله. على فكرة
رياح، شو كان عم يقول أبو جاسم من عم يسحر أهل الحارة؟ أنا ما بعرف، أمي هي اللي كانت تفيقني. أيوة، تذكرت. يا مؤمن قوم السحر، لا تشكي من الدنيا وتتحسر، شد حزامك وتيسر، اسعى برزقك لا تتكبر، يا نايم وحد الدايم. الله يعطيكم العافية يا رب. الله يعافيك أخي معروف. شو شايفك طلعت من البيت؟ شو ما عجبك صوتي؟ لك شو ما عجبني؟ فيك الخير أخي أبو رياح، بس جيت أطلع من شان أتشكرك على وقفتك هي ما بنساها، وقفتك مع جارك أبو جاسم. الجار مثل الأخ أخي معروف، ما بالك أنه أبو جاسم جاري وأخي بالإسلام، وديننا فرض علينا نعامل جيراننا بالخير ونساعدهم بالسراء والضراء. اي والله، الله يرحم اهل اول، ما خلوا مثل الا قال. اوعك لا تقول المثل، خلي السميعه هنن يقولوا المثل. يا نايم وحد الدايم، شو بيقول المثل خلي؟ يلا قولوا منك حكاية، شي قصة أو رواية، منك حكاية، شي قصة أو رواية، منك حكاية، شي قصة أو رواية. هاي تكرم عيونكم. أبو يحيى أبو رياح، عمي خالي أبو رياح، أبو يحيى أبو رياح، عمي خالي أبو رياح. هاتوا الشالي والعكاز، هاتوا الطربوش والإنباز، هاتوا الشالي والعكاز، رح بحكي كل يوم قصة على أمتار الشامية، رح أحكي كل يوم قصة على أمتار الشامية. أبو يحيى أبو رياح، عمي خالي أبو رياح، أبو يحيى أبو رياح، عمي خالي أبو رياح، بدنا منك